هذه تحية لكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا هنا مسبيرو. اليوم الثلاثاء أسعد بصحبة حضراتكم دايما في الجزء الأول، وهو جزء إخباري بامتياز. أما الفقرة الثانية فهي في صحبة زميلتي العزيزة داليا ناصر، وهيكون في ضيافتها المهندس وليد شريف مدير محطة الإنتاج الحيواني بغرب النوبارية للحديث عن هذا المجمع وعن فكرة الأمن الغذائي بشكل عام. خلونا نبدأ هذه الفقرة من مجلس الوزراء ومجموعة اللقاءات والمتابعات الحقيقة اللي قام بها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فيما يتعلق بمتابعة السياحة في كل من مدينتي طابة ونويبع. لكن أولا خلونا نذكر حضراتكم بالقرار اللي كل حضراتكم عرفتوه والخاص بأجازة عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، كل عام وحضراتكم بخير، واللي قرر مجلس الوزراء أنها تبدأ يوم الثلاثاء القادم زي النهاردة 27 يونيو الجاري حتى 2-3 يوليو المقبل، على أن يعني يعود الموظفون إلى العمل صبيحة يوم الثلاثاء اللي هو هيكون 4 يوليو بإذن الله. الأجازة دي الحقيقة مش بس أجازة عيد الأضحى المبارك، كمان فيها الأجازة بمناسبة ثورة 30 من يونيو، هذا اليوم الفارق في تاريخ المصريين. الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرار بهذا المعنى، وهذه الأجازة ستكون مدفوعة الأجر للقطاع العام والخاص. بنتمنى لحضراتكم قضاء وقت ممتع إن شاء الله، وعيد سعيد على حضراتكم وعلى بلدنا الغالية وعلى الإنسانية جمعاء. دكتور مصطفى، بالأمس عقد اجتماع السيد رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الحقيقة دفع الحركة السياحية في طابة ونويبع. حضراتكم عارفين ان هما مدينتين من أجمل وأهم المدن على البحر الأحمر في سيناء الحبيبة. هذا الاجتماع انعقد بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، وأيضا الفريق مهندس كامل وزير، وزير النقل والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والأثار، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. هذه الاجتماعات بتأتي الحقيقة لدفع عجلة التنمية في سيناء بمختلف القطاعات، خاصة ما يتعلق بقطاع السياحة. تفاصيل أكثر نعرفها من خلال هذا الاتصال الهاتفي بزميلنا العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ كمال ريان المتابع دائما لشؤون الحكومة المصرية ومجلس الوزراء. أستاذ كمال مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ شريف. يعني اجتماع مهم الحقيقة، ودهب ونويبع أو طابة ونويبع لهم خصوصية في موضوع السياحة نظرا لمكانتهم الجغرافية المتميزة وجوهم الساحر. أستاذ كمال. بالتأكيد الحقيقة الوزراء بالفعل عقد اجتماع لمتابعة الحركة السياحية في طابة ونويبع، وأيضا متابعة تذليل العقبات اللي بتواجه المستثمرين في مجال السياحة. كان اجتماع حضروا العديد من الوزراء والمسؤولين، ومنهم طبعا محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة. رئيس الوزراء أشار لأهمية هذا الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة لدفع عجلة التنمية في سيناء في مختلف القطاعات، خاصة طبعا قطاع السياحة. ولفت رئيس الوزراء إلى الاجتماع اللي كان تم عقده مؤخرا مع اتحاد المستثمرين، واللي تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من التحديات والمعوقات، ومنها تفعيل مطار نويبع، وأيضا تقديم المزيد من التيسيرات في الإجراءات فيما يتعلق بالمنفذ البري. ورئيس الوزراء أشار إلى أن الحكومة اقتصدت التعامل مع كل التحديات ودراسة الإجراءات اللي من شأنها أن تسهم في مضاعفة معدلات الحركة السياحية في طابة ونويبع. وأيضا أكد رئيس الوزراء على أهمية التركيز على كفاءة الطرق المؤدية لهذين المقصدين السياحيين، والعمل على زيادة مكنات الدفع الإلكتروني بمختلف المناطق بالمدينتين. كمان في نقطة مهمة أشار إليها رئيس الوزراء، أنه هو هيقوم بصحبة الوزراء المعنيين والمحافظين بزيارة ميدانية للمدينتين قريبا للتعرف على أرض الواقع على المشكلات اللي بتواجه المدينتين، ومتابعة موقف الفنادق المتعثرة بهدف إعادة إحياء هذه الثروة العقارية السياحية، والعمل على بلورة رؤية متكاملة من جانب الوزراء لمختلف أوجه التطوير المطلوب تنفيذها على أرض الواقع في المدينتين. في كلام عن مطار نويبع كمان يعني، والمنفذ البري وكفاءة أو زيادة كفاءة الطرق في إطار النهضة اللي بتعيشها مصر في هذا المجال لسهولة الوصول إلى هذا المقصد السياحي المهم. أستاذ كمال. نعم بالفعل، يعني طبعا التطوير هيشمل مش بس المدينتين، لكن هيشمل الطرق المؤدية ليهم، وكمان يعني كل منطقة بالكامل، ويمكن هيتم الاستفادة بالقرارات اللي أعلنها المجلس الأعلى للاستثمار اللي هم 22 قرار
لتقديم كل المحفزات الإضافية اللي بتسهم في نمو القطاع السياحي بالمنطقة. وحتى المستثمرين نفسهم أكدوا أن في فرصة كبيرة لنمو القطاع السياحي في هذه المنطقة في ظل الإجراءات اللي بتتخذها الحكومة. وكان فيها عرض للمميزات اللي موجودة في طابة ونويبع، وإزاي يتم تعظيم هذه المزايا والمميزات، وزي ممكن يتم تنظيم حملات ترويجية لهاتين المنطقتين لجذب السياحة العالمية، إلى جانب طبعا السياحة المحلية، وأيضا تطوير مطار طابة وبالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات. وتمت الإشارة إلى أن مطار طابة يعمل حاليا وبيستقبل العديد من الرحلات، طبعا ده غير إجراءات التطوير اللي هتتم على المطار. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ كمال ريان، يا رب كل الخير لبلدنا العزيز. ده جزء كبير من تنمية سيناء اللي بتتم على قدم وساق، وكمان السياحة رافد مهم من روافد الاقتصاد المصري، ولذلك الدولة المصرية تولي اهتمام بالغ بتطوير كل مقاصدها السياحية والبنية الأساسية للعمل على الاستفادة القصوى من هذه المقاصد والشواطئ اللي مش موجودة في أي مكان في العالم. أنا بشكر أستاذ كمال ريان الصحفي والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء. بعد الفاصل سأعود إلى حضراتكم، لدينا لسه أخبار مشاهدينا الكرام، انتظرونا. رجعنا لحضراتكم تاني، وعندنا واحد من الأخبار المهمة المتعلقة بالتنمية والتعاون في إفريقيا. حضراتكم عارفين أنه القارة الأفريقية بتمثل عمق وأولوية أولى في السياسة الخارجية المصرية الحقيقة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور. في بيان صادر عن وزارة المالية خلال جلسة حول التكامل المالي بأفريقيا على هامش اجتماعات أفريكسيان بانك بغانا، قال الدكتور معيط: نعمل ونفكر على برامج فعالة للتحوط الإفريقي ضد المخاطر الاقتصادية العالمية، وكمان وجود هيكل مالي أفريقي أكثر قدرة على التعامل بآليات مرنة مع الصدمات الخارجية. دكتور معيط قال إنه حان الوقت لتنسيق الموقف الإفريقي وتعميق آليات التعاون والاندماج تحقيقا للتكامل القاري في ظل الأزمات العالمية بالغة القسوة والتي أثرت سلبا على اقتصاداتنا، وفرضت أيضا ضغوطا هائلة على موازنات دول إفريقيا نتيجة موجة تضخمية غير مسبوقة. هذه موجة التضخم الحقيقة انعكست في ارتفاع حاد الأسعار السلع والخدمات على نحو حمل الدول الأفريقية الحقيقة أعباء ضخمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. ما الذي يمكن أن تقدمه قارة إفريقيا من خلال هذا التعاون، من خلال هذه الآلية؟ خلونا نروح للأستاذ الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية وأيضا الخبير المصرفي. دكتور أيمن مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، أهلا بسيادتك. يعني نشرح للناس هذه الاجتماعات وأهميتها وفكرة التعاون الأفريقي، وكيف يمكن لهذه القارة أن تتجنب مثل هذه الصدمات العالمية اللي أثرت بلا شك على اقتصادات الدول الإفريقية ومنها مصر بالتأكيد. والله يا فندم، هو الدبلوماسية الاقتصادية المصرية منذ أن تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وهي بتعمل بأجنحتها المختلفة، سواء كانت وزارة الخارجية، وزارة التعاون الدولي، وزارة المالية، البنك المركزي المصري، وزارة التخطيط، كلها بتعمل من أجل أولا خدمة المصالح المصرية، وثانيا تأكيد دور مصر وتأكيد ريادة مصر العربية والإفريقية والإقليمية والعالمية. بتعمل في الدوائر المختلفة من أجل تعزيز التعاون ما بين مصر وما بين شقيقتها العرب وما بين شقيقتها الأفارقة، ومن أجل يعني خدمة المصالح الاقتصادية ليس فقط لمصر لكن للدول المتعاونة معها. صحيح. فعندنا الحقيقة وزارة المالية برئاسة الأستاذ الدكتور محمد معيط كان ليها أكثر من يعني مساهمة في هذا المجال. يعني مثلا نذكر حاجة مهمة جدا وهي المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة اللي أعلن عنها الدكتور معيط، لانه احنا النهارده محتاجين لتوحيد الموقف الافريقي من ازمه الديون العالميه. يعني مثلا في عام 2010 الدول الافريقيه كانت بتنفق اقل من 5% من ايراداتها لخدمه القروض الاجنبيه. في 2021 ارتفعت هذه النسبه الى 16.5%، وده اعلى من متوسط الدول الناميه اللي هو 12.5%. الدول الافريقيه النهارده محتاجه للحصول على تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة
سواء لخدمه مشروعات البنيه الاساسيه زي ما اوضح النهارده الدكتور معيط، او لخدمه مشروعات التحول الاخضر، لخدمه مشروعات التكيف البيئي. احنا شفنا في قمه المناخ اللي انعقدت في شرم الشيخ انه ما تزال الحقيقه الدول الكبرى لسه ما وفتش بالتزاماتها التمويليه من اجل خدمه مشروعات التحول الاخضر، ومن اجل يعني خدمه مشروعات التكيف البيئي في الدول الناميه، برغم ان الدول الناميه هي الاكثر تضررا من يعني الاحتراق هذه الازمات الاقتصاديه طبعا. ومن الاحتراق ومن مشاكل البيئه اللي سببتها دول الصناعه الكبرى طبعا. بالضبط بالضبط، دي حاجه. ومن هنا قمه شرم الشيخ اتفقت كاتفاق نوايا او كاتفاق مبدئي على انشاء ما يسمى مثلا بصندوق تعويض الاضرار والخسائر للدول الناميه، لكن لسه لغايه دلوقتي ما حصلش يعني اتفاق على اليه لتمويله. من هنا بتيجي اهميه ان مصر بتقدم بقى نموذج لكيفيه التعامل مع هذه التحديات. يعني مثلا وزاره التعاون الدولي كانت اطلقت من فتره برنامج اسمه او منصه الكترونيه اسمها منصه نوفي. نوفي دي بتتكلم على او بتطرح المشروعات الخضراء، المشروعات الصديقه للبيئه ذات الجدوى الاقتصاديه، وده لعرضها على جهات التمويل والجهات المانحه الدوليه. ليه؟ لانه الحقيقه هناك ادعاء بقى من الدول الكبرى انه احنا ما بندخلش في هذه التمويلات لانها ليست ذات جدوى اقتصاديه. فمن هنا مصر بتوفر هذا النموذج وبتقول لا، هذه هي المشروعات ذات الجدوى الاقتصاديه، من الممكن للدول الكبرى وللجهات المانحه الدوليه الدخول فيها وتمويلها. ده بيحتاج لاكثر من حاجه، بيحتاج اولا الى اطار عام، اطار عام بمعنى استراتيجيه عامه تتفق عليها الدول الناميه مع جهات المنح الدولية والدول الكبرى. هذا الإطار بيتمثل في أنه هناك نية ونية حقيقية للمساهمة في تمويل مشروعات التنمية في الدول النامية، سواء كانت هذه الدول النامية دول أفريقية اللي احنا بنتكلم عليها في الأساس، أو حتى دول آسيوية. نعم. ثم بعد كده بعد وجود قوة دفع سياسي يتم الاتفاق على آليات وأطر وخطط محددة من أجل منح هذا التمويل. عظيم. على ذكر كلمة الآليات، هذا الاجتماع الحقيقة بيستهدف تبني آليات جديدة زي إنشاء صناديق تحوط بتستهدف حماية الاقتصادات الأفريقية من التقلبات الخارجية. نشرح للناس يا دكتور أيمن يعني إيه؟ والله صناديق التحوط، هو فكرة التحوط دي أو بالإنجليزي بيسموها الهيدجينج، دي فكرة يعني معمول بها ومعترف بها في العالم كله. اللي هو مثلا أنا النهاردة لما باجي لاتسي مثلا أنا عايز أبيع يعني أبيع المنتجات الأفريقية مثلا، أو أفريقيا بتصدر مواد خام زي المطاط زي الكاكاو زي الكلام ده، عايز النهاردة أبدأ أثبت سعر البيع بتاع هذه المنتجات لفترة طويلة علشان يقدر المنتج الأفريقي يقدر ان هو يحسب بالضبط التكلفه والايراد بتاعه لفتره طويله. عظيم. فده بيتم من خلال صندوق تحوط. او على عكس، انا عندي مثلا مدخلات انتاج زي البترول زي الغاز الطبيعي زي الحبوب، فعايز ابدا ان انا اشتريها مثلا في المستقبل واثبت سعر الشراء لفتره طويله عشان لما يحصل او حصل زيادة في سعر الشراء أبقى أنا حاسب بالضبط التكلفة بتاعتي وحاسب الإيراد بتاعي، فأقدر أثبت هامش الربح بتاعي، بحيث إن أنا أبتعد بقى عن فكرة المضاربة، لأن المضاربة سلاح ذو حدين. المضاربة هي إن أنا كل سنة بشوف أسعار المدخلات والمخرجات زي ما هي كده، والله لو أسعار المخرجات أو الإيراد زاد يبقى أنا كسبت، أسعار المدخلات زادت يبقى أنا خسرت. ممكن طبعا اكسب لكن ممكن اخسر. ففكره التحوط هي ان انا بثبت اسعار البيع واسعار الشراء بتاعتي. طبعا ممكن ان انا يعني اخسر مثلا فرصه مكسب، ولكن على الجانب الاخر انا
بأمن بس بتجنب خسارة طبعا يعني، وده المهم، أو التقلبات اللي في السوق ومثل هذه الأزمات بالضبط. يعني أنا بشكرك يا دكتور أيمن، شكرا جزيلا على هذه المداخلة الضافية. الدكتور أيمن غليم أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، شكرا جزيلا. أعود إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل. تجربة مهمة جدا محتاجين نسلط الضوء عليها الحقيقة، في إطار بيان صدر عن وزارة التنمية المحلية بيقول أن السيد وزير التنمية المحلية وأيضا وزير الهجرة ومحافظ الغربية شهدوا أول تجربة للري الذكي للأشجار بالطاقة الشمسية، وتشغيل لتجميع القمامة والزيوت من المنازل. اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية بيقول أنه تجربة ري الأشجار بالطاقة الشمسية فريدة ومتميزة، ويوجه بتعميمها على باقي المحافظات. وكمان الوزيران والمحافظ زرعوا عدد من الأشجار ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية مليون شجرة. خلينا نروح تفاصيل أكثر مع السيد الدكتور خالد قاسم وزير التنمية المحلية المتحدث أيضا باسم الوزارة. دكتور خالد برحب بحضرتك يا فندم، مساء الخير واهلا وسهلا. اهلا دكتور شريف، مساء الخير على حضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها يا فندم. مبادره مهمه جدا وكلنا اذان صاغيه لسماع تفاصيلها من سيادتك فندم. يعني خليني اقول لحضرتك، هو اليوم استهل بالعديد من الفعاليات زي ما حضرتك تكرمت، هو فعلا كمان مع الوزير افتتح اليوم واطلع على مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بهدف دعم خطط التنمية المستدامة في الدولة على أرض محافظة الغربية. طبعا كما تعلم حضرتك أنه الشبكة الوطنية بتطبق في 27 محافظة مصرية تباعا، وبالتالي وزي ما يعني شرح معالي المحافظ أنه ده تم إنشائها طبعا عقب الافتتاح محافظات الغربية والدقالية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط. بيتم إنشاء المركز ده على 285 متر مربع داخل ديوان عام محافظة الغربية بميزانية 10.7 مليون جنيه، وصلت نسبة الأعمال ل 100%. الميزة بقى إن حضرتك كل عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية بتبقى رابطة مع الشبكة دي، بحيث إن غرفة العمليات التخصصية لو لا قدر الله في حادث يبقى باستخدام تكنولوجيا الاتصال على طول أقرب نقطة ووحدة تروح تتدخل لإنقاذ على طول. ده كمان الشق الثاني كمان خليني أقول لحضرتك، ال 12 مركز تكنولوجي موجودين على أرض محافظة الغربية. المركز التكنولوجي اللي موجود في الديوان العام ده بتكلفة 1.5 مليون جنيه لتقديم أكثر من 49 خدمة إلى جانب تلقي الشكاوى. كما تعلم حضرتك ده مربوط ببوابة المحليات واللي بتقدم حوالي 180 خدمة لأهلنا في المحافظات المصرية. وخليني أقول لحضرتك إن 10 مراكز من دول حاصلين على الأيزو، وبحيث إن هم كمان الكوادر البشرية اللي بتعمل فيها طبعا كلها مدربة تدريب عالي، وخاصة بشراكة استراتيجية مع وزارة التخطيط ووزارة الاتصالات على أرض المركز التنمية المحلية في سقارة. أما فيما يتعلق طبعا كما تعلم حضرتك في مبادرة سيادة الرئيس 100 مليون شجرة، صحيح طبعا نصيب محافظة الغربية من ال 100 مليون شجرة طبعا أول سنة 7.7 مليون شجرة إن شاء الله نعلن على الانتهاء منهم كلهم في زراعتهم، 80% منهم من وزارة التنمية المحلية مع المحافظات المصرية. فقط محافظة الغربية 170,054 شجرة، منهم 123,648 شجرة دولت من خلال وزارة التنمية المحلية، إلى جانب 46,000 اللافت كمان فكرة الري الذكي للأشجار يا دكتور خالد. ايوه بالظبط كده يا فندم. طبعا الميزة الأكبر إن حضرتك موضوع إن أنت حضرتك تروي دعم عملية ارتواء لهذه الزراعات بحيث إنها يتم ريها بطريقة ذكية تحافظ أولا على المية، ثاني حاجة الطاقة اللي بتعتمدها البيفوتات دي اللي هي بالتطبيق بتكون مربوطة بالطاقة الشمسية، والحمد لله ربنا حبى المحافظات المصرية بشمس، وبالتالي استخدام هذه الشمس يبقى احنا حضرتك النهاردة بنوفر في استخدامات الطاقة من ناحية. من ناحية تانية
بنقلل من الحمل البيئي ومن انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، وبالتالي عمليه الاستزراع اللي احنا بنتكلم عليها ليست فقط على مستوى الشوارع او المحاور او الحدائق المركزيه اللي موجوده في المحافظات، كمان على مستوى مديريات التربيه والتعليم والجامعات، يبقى كل كليات الجامعات اخذت من هذه الاشجار وزرعت. بالاضافه الى هذا، وزاد فرص العمل الحقيقيه اللي حضرتك نجحت في تدبيرها للناس القائمين على زراعه وصيانه هذه الاشجار. كده اجمالا حضرتك، عشان كده مع الوزير فيما يتعلق بعمليه فرز المخلفات، وفيما يتعلق بالتطبيقات الذكيه، فيما يتعلق باستخدام هذه المفروزات، ثم يكون في مناديب تشتغل عليها، وبالتالي حضرتك هنا بتضمن عناصر الاقتصاد الدوار من خلال ان حضرتك بتحفظ اداره الموارد، وبالتالي زي ما بنقول كده المفروزات لما بتروح نظيفه بيتم الاستفاده منها اكثر استفاده ممكنه، ويتبقى لنا المخلفات العضويه بتاخذها الشركات وبتوديها على مستوى المحله الكبرى في مصانع التدوير هناك، او على مستوى دفره بما اننا بنتكلم على الغربيه على مستوى طنطا واجوار طنطا طبعا يعني. انا بشكرك، شكرا جزيلا دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنميه المحليه والمتحدث الرسمي باسم الوزاره على المداخله الاضافيه، وايضا على هذه المبادره المهمه الحقيقه اللي بتستهدف تحسين جوده الحياه ورفع مستوى البيئه والمناخ بشكل عام في ظل هذه التغيرات البيئيه. شكرا جزيلا ايضا لحضراتكم على حسن المتابعه. بعد الفاصل زي ما وعدت حضراتكم زميلتي العزيزه داليا ناصر في لقاء يعني حواري، تابعونا بعد الفاصل.